إذا الشاب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. فويل لمن لم تشقه الحياة من صفعة العدم المنتصر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر. تابعوا جديدي على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب. محمد السلمان.